يسأل ويقودني مبلغ من المال عند شخص ما، وقد أعطاني إيصالا بذلك المبلغ، وعند مطالبتي له بالمبلغ طلب مني الإيصال، وخوفا من أخذ الإيصال مني وعدم رد المبلغ لي أقسمت بالله بأن الإيصال ليس معي الآن، علما بأن الإيصال كان موجودا معي في اللحظة نفسها، وخوفا من أخذه وعدم رد المبلغ أقسمت بالله كذبا. ما حكم هذا القسم؟ وهل له كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا قسم محرم لأنه كذب وفيه الإثم، فعليك التوبة والاستغفار وليس فيه كفارة. نعم.